فوالله إني قاتلك يا أخي، وما أقتلك حتى أقتل جزءا من نفسي وروحي. ألا سبيل للعفو؟ ليتني أستطيع. رسالة من أبي مسلم الخراساني إلى إمامه الدجال أخيرا. استطاع الأمويون أن يلقوا القبض على إبراهيم الإمام، وتعددت أسباب القبض عليه. ومن هذه الأسباب قيل إن إبراهيم الإمام شهد الموسم في عام 131 هجرياً، واشتهر أمره هنالك لأنه وقف على أبهة عظيمة ونجائب كثيرة وحرمة وافرة، فوصل أمره إلى الخليفة مروان، وقيل له إن أبا مسلم يدعو الناس إلى هذا ويسمونه الخليفة، فبعث الخليفة الأموي من ألقى القبض على الإمام وقتله. وقيل ألقي القبض عليه في عام 129 هجرياً بعدما اطلع على كتاب من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني يأمره فيه بألا يبقي أحداً بأرض خراسان ممن يتكلم بالعربية إلا أباده. فلما وقف مروان على ذلك سأل عن إبراهيم، فقيل له هو بالبلقاء، فكتب إلى نائب دمشق أن يحضره، وبعث رسولا في ذلك ومعه صفته ونعته. فذهب الرسول فوجد أخاه أبا العباس السفاح فاعتقد أنه هو، فأخذه فقيل له إنه ليس هو وإنما هو أخوه، فدل على إبراهيم. وكان الإمام إبراهيم قد أوصى أهل بيته أن يكون الخليفة من بعده أخوه أبو العباس السفاح، وأمرهم بالمسير إلى الكوفة، فارتحلوا من فورهم إليها، وسيق الإمام إلى مصيره عند الأمويين. كيف تدعون إلى إمامة الرضا من آل محمد وأنتم تدعون لأنفسكم وأحفاد علي يملؤون الأرض؟ ها أنت تقولها، الرضا من أهل محمد وآل محمد أكثر من أحفاد علي كرم الله وجهه. ما للرجال مع النساء فريضة، نزلت بذلك سورة الأنعام. أما يكون وليس ذاك بكائن، لبني البنات وراثة الأعمام. أيها الحرس خذوه إلى السجن. ولما دخل أهل بيته الكوفة أنزلهم أبو سلمة الخلال دار الوليد ابن سعيد مولى بني هاشم، أنزلهم في بيت وكتم أمرهم نحو من 40 ليلة، ثم ارتحل بهم إلى موضع آخر حتى فتحت البلاد، ثم بويع للسفاح بالخلافة. وكانت الدعوة العباسية قد ترسخت جذورها في الأرض، وبات القضاء عليها في منتهى الصعوبة، فلم يغير إلقاء القبض على إبراهيم بن محمد الإمام من واقع شيئاً أو يحدث خللاً في مسار الدعوة، إذ جاء الأمر متأخراً، فكان هذا الأمر يجب أن يكون في عهد هشام بن عبد الملك. ولكن لم يتخيل الخليفة آنذاك أن يصل أمر العباسيين إلى ما وصل إليه الآن. وكان إبراهيم الإمام هذا كريماً ممدوحاً، له فضائل كثيرة. المهم، سعى نصر بن سيار للوصول إلى هدنة مع ابن الكرماني للقضاء على أبي مسلم بشكل كامل، فسارع أحد الجواسيس إلى أبي مسلم يخبره بأمر الكرماني حتى يفسد تلك المساعي بدسائسه ومكره وخداعه. فأسرع أبو مسلم واعترف بابن الكرماني أميراً على خراسان، وبدأ هو وأصحابه يصلي وراءه، وهكذا نجح أبو مسلم في إشباع رغبة ابن الكرماني المتعطشة للسلطة. فلم يكن الوقت وقت منافسة على السلطة، بل كان الهدف هو ضمان كسب أتباع ابن الكرماني إلى جانب الثورة العباسية، وقد كانت هذه خطوة بارعة لضمان وحدة الجند الخراسانية. إنه قال لي هامسا: إن بايعنا ابن الكرماني فقم عن ولايتك يا أبا مسلم وأجلسه مكانك، فقد وليته أميرا على خراسان. فاشهد يا أبا مسلم أني بايعت إمام الرضا من آل محمد، ومعي 20,000 من قحطان وربيعة. السمع والطاعة لك يا أمير دعوة الرضا على خراسان.
ولما يئس نصر بن سيار من أي مساعدة من العراق كتب إلى الخليفة مروان رسائل لحثه على إمداده، ولكن بدون جدوى، ولانشغال مروان بالحروب الداخلية في بلاد الشام والعراق والحجاز. وبعد أن فشل نصر في محاولته الأولى لكسب ابن الكرماني وفي محاولته الثانية لكسب شيبان الصغير، حاول هذه المرة أن يتقرب نحو أبي مسلم في نفس الوقت الذي ينتظر فيه الإمدادات من الخليفة، ولكن أبا مسلم كان داهية من الدواهي وعلم بذلك. وكانت خطة أبي مسلم وابن الكرماني هي الاستيلاء على العاصمة مرو، وتختلف الروايات التاريخية في كيفية فتح مرو، ولكن الظاهر أن أبا مسلم كان حذرا ومرنا في موقفه تجاه كتلة نصر بن سيار وتجاه كتلة ابن الكرماني. فرغم اعترافه بأن ابن الكرماني واليا على خراسان، فإنه كان يؤمل أن يكسب نصرا وأتباعه إليه بطريقة أو بأخرى، فضمن الحماية لوفد نصر بن سيار، كما سمح نصر للشيعة العباسية بالتسوق من أسواق مرو دون مهاجمتهم. ولكن حدث وأن قام نزاع بين بكر بن وائل من ربيعة وبين بعض المضريين في سوق مرو، فساعد نصر بن سيار المضرية، بينما أنجد ابن الكرماني الربعية، ودعا ابن الكرماني أبا مسلم إلى مساعدته والانضمام إليه، إلا أن أبا مسلم تشاغل حتى تأكد من احتدام الصراع العنيف بين الفريقين، فتدخل إلى جانب ابن الكرماني، حيث دخلت قواته مرو في عام 130 هجريا، وعلى المقدمة أسيد الخزاعي، وعلى الميمن مالك الخزاعي، وعلى الميسرة القاسم التميمي. ودخل أبو مسلم وهو يتلو هذه الآية، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، وأمر بالكف عن القتال، وأرسل أبو مسلم وفدا إلى نصر بن سيار، يعده ويمنيه بالأمان إذا سلم نفسه، ولكن نصر شاغل الوفد وهرب إلى نيسابور، ويروى أن أحدهم قد حذر نصرا من الاستسلام، بتلاوة الآية إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ففهم نصر هذه الآية وفر هاربا. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، صدق الله العظيم. وبدأ الآن الوجه الحقيقي للدعوة بالظهور بصورة تدريجية، ألا وهو الوجه العباسي. فحينما جمع الأنصار لتقديم الولاء أكد أبو مسلم على الشيعة الهاشمية، مما يشير إلى أن هؤلاء الذين كانوا جند العقيدة العباسية المخلصين هم عماد الثورة، وليس الجماعات الأخرى التي استغلت من قبل الثورة، وقد أصبحت مرو الشاهجان العاصمة. وهكذا بدأ النفوذ العباسي يمتد أكثر وأكثر. نستكمل معكم في الفيديوهات القادمة بقية قصة الدولة العباسية. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، ألم تجد في كتاب الله ما تتلوه أمامه غير هذه الآية؟ وأسفي عليك يا لاهس، لقد كسرت قلبي والله، وإنه لينزف الساعة هنا في الصميم. عصبية في الدين يا لاهس؟ نسيت الدعوة والإمامة وتحرك فيك عصب المضرية؟ أنا الذي أعطيته الأمانة قبل دخول مروة، وأعطيت عليها العهود والمواثيق، وقد سمعت أنك تنوي قتله، فأين أذهب أمام الله بعهدي له؟ لا عهد إلا للإمام ولا ميثاق إلا للدعوة. كيف يؤتى الرجل من مأمنه؟ أنت آخر من كنت أظن به سوءاً، فكنت أول النقباء والنظراء الذين يخذلونني ويطعنون الدعوة في ظهرها. لم أفعل، وأنا أقدم منك في الدعوة. نعم، وهذا الذي يحز في نفسي ويعصر روحي، أنت دون الجميع كنت أدخرك للنازلات، فلماذا أبيت إلا أن تختم بخاتمة السوء وتعذبني هذا العذاب؟ فوالله إني قاتلك يا أخي، وما أقتلك حتى أقتل جزءاً من نفسي وروحي. ألا سبيل للعفو؟ ليتني أستطيع.